قنبلة موقوتة في مجلس النواب، تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، والله ستر وما اشتعل الوضع اليوم باللحظة الأخيرة. كان العودة إلى قانون سانت ليغو والدائرة الواحدة قاب قوسين أو أدنى، وهناك وطلعت التظاهرات أمام مجلس النواب، فقرر البرلمان سحب مناقشة القانون من جلسة الاثنين متحاشين بالوقت بدل الضايع. مواجهة جديدة مع الصدريين والمستقلين وقوى تشرين.